الوقت الآن. كيف؟ اكتتاب. نعم، يعني مثلا طرحوا لشركة هي قائمة حقيقة حاليا وبدها تزيد رأس مالها، فنزلت في السوق اكتتاب مليون سهم مليونين سهم، لحين توزيعها أستاذ ممكن هم يطلعوا لها رقم اسمي مثلا دينارين ثلاثة أربعة، وقيمتها الحقيقية هي 6 دنانير. ما فهمت هذه، كيف هذا؟ كيف دينارين مثلا؟ يعني أستاذ هلا شركات مساهمة عامة موجودة. عفوا أخي، اللي قلته كله فهمته، بس النقطة الأخيرة قف عندها وأوضحها لنا. يعني لما بدهم يطرحوا بدهم يزيدوا رأس المال من 6 مليون مثلا ل 8 مليون، بيطرحوا 2 مليون إضافيات على شكل أسهم، كل سهم له قيمة، له قيمة اسمية، هم حددوها مثلا بدينارين. ولكن قيمة الحقيقية في السوق 6 دنانير. كيف وضعنا كيف قيمته في السوق 6 واخو هو 2؟ كيف؟ أستاذ هو يعني مثلا هلا أنا في شركة عامة لما بدها تزيد رأس مالها الدولة سمحت لها أنها تزيد 2 مليون دينار مثلا. الله يهديك يا تامر، أنت بتعيد الكلام السابق، نحن فهمناه كله، بس هالنقطة هي وحدة ما منعقلها، وكوننا لا نعقلها معذورين لأنه ما لنا تجار وما لنا داخلين المعركة هذه، نرجو الله أنه يحفظنا منها. بس وضح لنا أنت شو معنى دينارين في السوق 6 وحقيقة 2؟ كيف هذا؟ طول بالك يا شيخ علي، الله يهديك، الله تفسد علينا الفكر تبعنا. أنا والله ما فهمت هذا. هي مدنا مدد أخي أبو يحيى. بعدها تعلم الشركة كذا ثانية في احتياط الياه تحجب من الشركة بدل ما وجد الأرباح الكامل يحصل احتياطية من المستقبل. موجودات الشركة اللي هي العمليات بتصير حقيقة تبرز وعندها احتياطيات وعندها أموال أكثر من اللازم لكنها ما كانت توزع. فعندما نريد أن نوسع أعمال الشركة تصير أسهم أخرى، فحتى الفهم الجديد للشارك مع الفهم القديم يجب أن يكون له ضمير بضمور مقدر معين حتى يعوضوا على الاحتياطيات والحقوق اللي كانت لأصحاب الأسهم القديمة. فهون أنا لا أرى بعض المساهم البيع بدينار فهذا في إخلال للمساهمين القدامى اللي هم سهم المنصات نتيجة أعمال الشركة وتجارتها أكبر من الدينار. فيضاف على الدينار القديم دينار ومعدنة لأن ثلاثة الأخرى موجودات في الشركة حتى يراح السهم الجديد ويصبح السهم القديم والسهم الجديد على حالة مساواة. فمن هون يتكلموا ضمير، هي ضمير هي ما يضاف إلى قيمة الاسم للسهم حتى السهمين يكون بالضعف. يعني السهم القديم والسهم الجديد يصيروا سواء. لكن السهم القديم له احتياطيات أكثر كانت يجب أن توزع إلى وما وزع. فبيحصل من السهم الجديد هذا المقدار الثاني. طيب السهم الجديد بيصير له حق في الموفر من الأسهم القديمة؟ نعم. ولكن قيمته الأصلية تبقى القيمة الأصلية، لأن لو كان مساهم يقول بدينار اسمه الشركة ولا
يشتري السهم لخمس دنانير ولكن يسجل له دينار واحد في قيمة الأسهم التي اشتراها. إمكان يساوي الشركاء القدامى. طيب هنا يرد سؤال الآن، هل خمسة كيف قدرت خمسة مو ستة مثلا أو أقل؟ نعم يرحمكم الله. عفوا شوي بالله، شو اللي بيكون مطابق لقيمة السوق؟ طيب الفرق الأول شو سببه؟ الفرق الأول إقبال الجمهور على تجارة الأسهم، ولا أقصد الجمهور الناس بشكل عام اللي بيفهموا اللي ما بيفهموش، بقصد اللي بيفهموا واللي بقصدوا واللي هم بيسيطروا على السوق، هم بيجيهم يرفعوا حتى تضل القيمة مرتفعة وكأنه في شيء في البلد، شيء من المغاربين عم بيسيطروا على السوق
هم اللي بيرفعون فيها وهم اللي بينزلوها وهم اللي بيستفيدوا بالتالي. فبتروح على المواطن المسكين اللي جاي مثلا من الخليج او اللي ما بيعرف يمر بزينه او اللي معاه شويه فلوس اللي يستثمرها بدخل في السوق وبروح في متاعها وبكون هو زي السيف الثاني بالنسبه له. وهذا ما يحصل وانتم اللي نسمع اليوم. نعم. يعني أشبه شيء بالدول اللي مثل أمريكا مثلا ترفع قيمة الدولار وتنزله. أنا بقول إنه هذا مثل الدول الكبرى اللي بترفع عملتها تارة وبتنزله تارة لصالحها طبعا مو لصالح الشعوب الأخرى. فهذه كما قلنا في أثناء كلامنا السابق أنه عبارة عن مقامرة باسم نوع من المعاملة أو الشركة أو نحو ذلك. والله المستعان. غيره أظن أذن الظهر نستعد للصلاة إن شاء الله. Thank you.